اهلا وسهلا، رجعنا لكم فيديو جديد مع دولسي وبلا. فيديو اليوم راح يكون افضل 5 العاب عند دولسي وبلا. طبعا كل هذه الالعاب جربناها الفترة مرة طويلة وحسيت جاء الوقت الحين اللي اقيمها معاكم. الشيء اللي لازم نعرفه ان الكلب فيه طاقة مرة عالية ولازم يفرغ هذه الطاقة يوميا، او ممكن يفرغها بشكل خطأ، ممكن يخرب اشياء في البيت او حتى يقعد ينابح طول اليوم، وهذا الشيء اصلا خطير مرة على صحته. وعلشان كذا في كثير العاب تساعد الكلب انه يفرغ هذه الطاقة ويكتشف، وهذه اصلا طبيعة الكلب والشيء اللي يحبها. اول لعبة اللي هي هذه المات، عبارة عن قطعة قماش، فكرتها انه نخبي داخلها تريت او حتى اكل على حسب انتوا وش حابين، وراح ابدا احط داخل المات هذه التريتس او الاكل. طبعا هي تجيب اكثر من شكل، بس انا راح اختار هذه لان دوسي مره تحبها، وببدا اعبيها بالتريتس. شوفوا كيف هي فيها زي الفتحات كذا، ادخل جواتها تريت. شوفوا دوسي كيف مره متحمسه، والحين خبيتها وهم بدوا يبحثون عنها عشان يطلعونها وياكلونها. طبعا اوقات بلا تشارك دوسي اذا المات كبيره، بس انتبهوا لا تخلونهم مات واحده لان ممكن تصير مشكله بينهم. طبعا ليش الكلب مره يحب هذه الالعاب؟ لان سبحان الله يرجعوا لطبيعتهم في البحث في الغابات، هم بهذه الطريقة يحسون ان قاعدين يبحثون على الاكل او على التريت، فما راح يستمتعون. المات هذه تجي باشكال مختلفة والوان مختلفة، هذا الشكل انا مرة احبه لانه يطولون فيه اكثر، وفي النوع هذا يكون اسهل شوي على حسب الكلب، او ممكن نبدأ فيه لما يتعود. هذه واحدة من الالعاب اللي كمان تعتبر من المات، لكن مرة صعبة على دولسي، تنفع للكلاب الاكبر. جبتها بعدين اكتشفت انه العمق للأسف الكلاب الصغيرة ما توصل له، فهي مرة حلوة للكلاب الكبيرة. الألعاب الثانية اللي هي الألعاب المطاطية، واللي مرة مشهورة منها كونغ، عندنا أكثر من حجم لها. فكرتها أنه تكون مفرغة من النص، وهذه المنطقة هي اللي نحط فيها يا تريت أو حتى فول سوداني أو أي شيء يحبه الكلب، وبعد كذا الكلب يحاول الاكتشاف والوصول للأشياء هذه. طبعا هي تجي أكثر من شكل، في هذه لازم نحط فيها الأكل اللي يجي مو دراي، ممكن نحط فيه كمان الفول السوداني والكلب يحاول يطلعه من المنطقة. وهنا بديت احط في الكونغ اليوغرت اللي دوسي مرة تحبه. طبعا في افكار مرة كثير ممكن نحطها داخل الكونغ، هنا حطيت كمان الفول السوداني، ممكن نحط تريت كمان داخله ونخلي الكلب ينشغل فيها لفترة طويلة. اللي لازم نعرفه ان هذه الالعاب من اكثر الالعاب اللي مرة يحبونها الكلاب، وتعزز عندهم هرمون السعادة وتحفز اشياء مرة كثيرة. هنا بديت استخدم اللعبة الثانية، بلا مرة تحب هذه اللعبة، ابدأ احطها جوا واخبيها كويس مرة، وهي تجلس تاكل فيها وتطول، هذا الشيء اللي مرة احبه. الكلاب مرة يستمتعون بهذه الألعاب لأن أصلاً طبيعتهم يعيشون في الغابات ويستكشفون ويصيدون، فهذا الشيء ما راح يتوفر عندهم في البيت، فلازم نوفر لهم أشياء بديلة. في شيء مرة مهم حابة أقوله، إن الحجم حق الكونغ مهم يكون مناسب للكلب اللي عندك. وزي ما تشوفون هنا دولسي بدأت مع الكونغ، راح تنشغل فيها وقت طويل، ممكن تقعد تقريبا ساعة. ممكن نحط الكونغ في الفريزر أو الثلاجة عشان يستمتعون أكثر فيها، أو ممكن حتى نجهز أكثر من واحدة ونحطها في الفريزر للأسبوع كامل، كل يوم نطلع واحدة لهم. وزي ما تشوفون هنا بيلا خلصت ومرة مبسوطة، كمان دولسي خلصت. اللعبة الثالثة اللي هي هذا الجهاز اللي اسمه فيتش، مرة مشهور، طلبته ووصلني تقريبا قبل 4 شهور، ولسه جالسة أدرب دولسي وبلا عليه، بس مرة حبيت فكرته. البداية أحب أخليهم يشمون أي شيء جديد عشان يتعرفون عليه. فكرته أنه نحط الكورة من فوق وهي تطلع بالفتحة اللي من النص، مع الوقت الكلب نفسه المفروض يأخذ الكورة ويدخلها من الفتحة، مع التدريب الكلب هو اللي يحط الكورة وهي تطلع له، يعني فكرته أنه يلعب نفسه بنفسه.
هنا قاعدة أكتشف اللعبة وكمان أعرف دوسي وبلا عليها. قررت أني أخذ دوسي وبلا ونطلع فوق يكون المكان أوسع ونجربها فيه. طبعا بأي شيء لما يكون الكلب أكبر راح نحتاج وقت أكثر عشان ندربه، فأنا لسه قاعدة أمهد لدوسي الموضوع، إن شاء الله مع الوقت راح أصور لكم لما تكون متدربة على اللعبة. اللعبة الرابعة اللي هي تقريبا تشبه فكرة المات بس انها اكثر تركيبات، فيها قطع وندخل داخلها التريت او الاكل. طبعا نفس الشيء تجي باكثر من شكل واكثر من حجم، وكمان الصعوبة او ليفل الصعوبة يكون مختلف من وحدة للثانية. الحين ببدأ اخبي التريت او حتى ممكن نحط فيها الدراي فود. شوفوا كيف دولسي مرة متحمسة، راح اسوي الثانية البلة والاولى الدولسي. آخر شيء اللي هي هذه الألعاب، أتوقع أي كلب عنده زي هذه الألعاب أو الكور، دوسي مرة تحبها وتحب أني أرمي لها الكورة وهي تروح تجيبها. القماش حق هذه الألعاب ضروري يكون مناسب للكلاب، وكمان حجم اللعبة مرة مهم يكون مناسب لحجم الكلب. هذه الألعاب من الأساسيات ومن أول الأشياء اللي جبتها لما جبت دوسي. وإذا أعجبكم أي شيء من الألعاب تقدرون تطلبونه عن طريق المتجر، راح أحط لكم الروابط بالوصف. وبس كذا نكون خلصنا كل الألعاب، إن شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا، وكمان اكتبوا لي أي فيديوز حابين أسويها في الكومنتس أو أي ألعاب عندكم تقترحونها. نشوفكم فيديو جديد مع دولسي وبلا.